الله منظومة الإسلامية للشريعة كما وردت هي منظومة كاملة تقوم على العدل وليس على المساواة الشكلية. أنت مطالب بالإنفاق على زوجتك، أنت مطالب بالإنفاق على والديك، زوجتك ليست مطالبة بالإنفاق عليك، الجد مطالب بالإنفاق على حفيده في صورة وفاة ابنه، الحفيد مطالب بالإنفاق على جده ليست الحفيدة. هناك تصور كامل يقوم على العدل لا على المساواة الشكلية، وفيها نقاش كبير يعني حتى في فرنسا وفي هذا هذا أي. كل هذا يفرض سلطة أبوية كبقية الأديان السماوية، ليست التي سلطة أبوية لنا سلطة هذه القطع النظر. أنت كزوج زوجتك لا قدر الله يمكن أن تشتكي للقضاء لأنك لا تنفق، أنت لا يمكنك أن تشتكي إلى القضاء لأن زوجتك لا تنفق، هي تساهم. يعني هذا التصور يعني لا يمكن أخذ جزء من منظومة كاملة. في أول الحوار سألتك قلت لك شنية مجمل المراجع اللي ترتكز عليها في على المفاهيم، مرجع اللي هو الدين الإسلامي وأحكامه هو أحد مراجعك مثلا اللي هي حاجة نكتشفها توا. لا أحد مراجع، وما العيب في ذلك؟ ما قلتش فما عيب في لا ذلك. لا مش مراجع، هذه بالنسبة للشريعة. قلت فما نفي الاعتبار هذا تصوري، في أول الحوار هذا تصوري نفيت لا. أنه فما مراجع معينة هذا تشكل قرارك السياسي وفكرك السياسي وتو اكتشفت اللي فما مرجع.